بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قادة بلاد الرافدين. موضوع حلقتنا في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة هو الملك الآشوري آشور أوبلت الذي حكم ما بين عام 1365 إلى عام 1333. حفلت أيام حكم هذا القائد الآشوري الكبير بأحداث كبيرة وأحداث مختلفة، لا سيما في القوى السياسية التي كانت موجودة وقت أو في عصره. بالتأكيد نحن كنا قد تحدثنا في لقاءات سابقة كيف أن الدولة الآشورية عندما تتعاظم وتقوى شوكتها بالتأكيد سيكون لها الهيمنة والسيطرة على منطقة بابل، وأيضا العكس صحيح، لكننا الآن نتحدث في مرحلة من القوى وأيضا تنامي هذه القوة الكبيرة في الدولة الآشورية، لا سيما عند احتلاء دست الحكم هذا الملك الكبير وهذا القائد الكبير الذي ترك لنا آثارا كبيرة، على الرغم من أن هذه المرحلة أيضا شهدت أحداثا حقيقة أحداثا سياسية مهمة، منها أولا كما ذكرنا في أيضا في لقاءات سابقة كيف أن القوى القريبة أو المجاورة، القوى التي كانت في إحدى اتجاهات هذه الدول، كيف أنها استطاعت أن تسيطر وأيضا تحتل أجزاء من بلاد وادي الرافدين، وهذا هو ما قام به الكشيون عندما احتلوا بابل. هنا أيضا كان الحقيقة كان هناك بفضل القوة التي كان يمتلكها هذا الملك الآشوري الكبير، نرى أن الكشيين قد لانوا لهذا الملك، وأيضا حصل هناك زواج سياسي إرضاء لهذا الملك، وكيف أن هذا الملك أيضا استطاع أن يتدخل في الشؤون السياسية للبابليين، وأيضا قام بتنصيب ملكا صنيعة له. وطبعا أحد هؤلاء الملوك أو أحد الذي نصبهم هو كان زوج ابنته، إلا أن نرى بعد فترة زمنية تم القيام بثورة وأيضا قتل هذا الملك. مع هذا نرى أن كانت يد آشور أوبلت على بلاد بابل واضحة، وأيضا كان هناك تحالفات سياسية بينه وبين الكشيين. وعلى الرغم من هذا التحالف أيضا نرى أن هذه المرحلة أيضا شهدت يعني نهاية الكشيين في تلك المرحلة الزمنية المهمة. إذا دائما نقول أن عندما يكون المركز في آشور قوي بالتأكيد تكون الهيمنة والسيطرة على بلاد بابل، والعكس يمكن أن يكون صحيحا. إذا الدولة البابلية الآن نراها في فورة كبيرة وأيضا في قوة بقوة متنامية، استطاعت من خلال هذه القوة ومن خلال هذا القائد الكبير أن يسيطر على الأحداث السياسية جميعها بضمنهم أيضا الكيشيين. وعلى الرغم قلنا من التحالف الذي كان موجود ما بينه وما بين الكيشيين، إلا أنه استطاع من السيطرة على الموقف، وأيضا استطاعوا من القضاء على الميتانيين الذين أيضا كانوا في تلك المرحلة يشكلون خطرا كبيرا على كيانات دولة أو الدول القائمة في بلاد وادي الرافدين. فبالتأكيد كان لهذا القائد الكبير دوره الكبير في تحقيق هذه الإنجازات السياسية من خلال بالتأكيد امتلاكه للقوة الكبيرة. وطبعا كثير من المصادر تحدثنا عن
الإنجازات لا سيما العسكرية منها، وأيضا لا سيما يعني كانت دائما هناك التحركات وأيضا الثورات وكثير من الأمور كانت تحدث حقيقة في شهر تموز، هذا الشهر القائض. وأيضا كان هناك يعني تصف المصادر أن هناك جفاف للمياه وارتفاع بدرجات الحرارة بشكل كبير جدا، حتى أن الخيول أصبحت غير قادرة على السير، فضلا عن إنهاك القوى حتى المقاتلين من الشباب الذين كانوا ضمن هذه الحملة. ومع هذا استطاع الآشوريون من تحقيق أهدافهم السياسية، وقلنا أيضا تدخلهم المباشر في الحياة السياسية في مدينة أو في بابل، فأيضا تم إقامة ملك من الكشيين تحت رعاية وأيضا تحت حماية الآشوريين، هذه القوة كما ذكرنا المتنامية على عموم المنطقة. هذا الملك أيضا يعني تعد فترة حكمه من المراحل الانتقالية، لأنه في زمنه أيضا تم القضاء على القوى الكشية وعلى الكشيين وإزالتهم من الحياة السياسية من بابل، ومع هذا كان هناك أيضا هيمنة وسيطرة للآشوريين على بلاد بابل بعد إزالة هؤلاء الدخلاء على هذه البلاد. ودائما هناك تذكر دائما المصادر أن هناك تجاذبات سياسية، وأحيانا هذه التجاذبات ما بين هذه القوى التي كانت موجودة، فتبقى القيادة والقوة لأحد كيانات دول بلاد وادي الرافدين، كما هو حال التنامي الذي حصل لدولة آشور في تلك المرحلة وتحقيقها هذه الإنجازات العسكرية الكبيرة، والتي استطاعت من خلالها أيضا تخليص هذه البلاد من الأقوام التي جاءت إلى هذه المنطقة، وأيضا بقت فترة طويلة استطاع الآشوريون الخلاص من سيطرة وهيمنة هؤلاء، فضلا عن سيطرتها وهيمنتها على بلاد آشور. من جانب آخر نرى أن الآشوريين في تلك المرحلة استطاعوا أيضا من تحقيق أهداف عسكرية كبيرة أيضا في المناطق الشرقية من البلاد، وبالتأكيد التي كانت تمثل أيضا نقاط تحدي وأيضا تحدي لكيان الآشوريين وأيضا للبابليين على حد سواء. يضاف إلى هذا كما في ذات الوقت في المناطق الشمالية ومن ثم المناطق الغربية التي كانت فيها طبعا هناك كيان المصريين، وأيضا كان هناك القوى الموجودة المناوئة في الأراضي السورية وبلاد الشام في تلك المرحلة، التي أيضا كانت تشكل عاملا من التحدي ضد هذه الكيانات وضد الآشوريين على وجه الخصوص وكذلك على البابليين. وقلنا أن بفضل التحالف الذي كان الحقيقة في تلك المرحلة ما بين الآشوريين وما بين الكيشيين، وأيضا العلاقة التي كانت ما بين الآشوريين ذاتهم وما بين البابليين، الذي سمحت للقوة المتنامية في هذه الدولة من التدخل في شؤون البابليين. على الرغم من أن هذه الحالة حدثت، لكن مع هذا إضاف إلى هذا أنه هذه الأفعال التي قام بها الآشور وقام بها آشور أوبلت بالتأكيد كانت أيضا بمثابة دعونا نقول ثورة مؤجلة، فدائما كان هناك حالات من تحين الفرص من أجل الخلاص
من القبضة الآشورية ومن السيطرة الآشورية. وأيضا نقول أنه كما معلوم لحضراتكم المشاهدين الكرام أن في السياسة هناك مصالح مشتركة، يعني نرى أن البابليين والآشوريين هم من نبع واحد وينتسبون إلى أرومة واحدة، لكن العمل السياسي نراه يختلف عن هذا. فترى أن في بعض الأحيان أن إحدى القوى في كثير من الأحيان يعني تتحالف مع قوى أخرى خارجية أجنبية من أجل الخلاص من السيطرة أو من القضاء على هذه الدولة أو هذا الكيان. وطبعا هذا ما حدث في نهايات يعني تاريخ بلاد وادي الرافدين للدولة الآشورية، وكذلك فيما بعد للدولة البابلية. يعني عندما تم القضاء على الدولة الآشورية حقيقة كان من قبل الدولة الميدية، وأيضا بتآزر وتحالف مع الدولة البابلية اللي كان فيها في وقتها نبوخذ نصر. وأيضا نلاحظ كان هناك تآمر على هذه المنطقة، فنرى أن هناك تحالف ما بين قوى داخلية مع قوى خارجية من أجل إسقاط القوى التي كانت يعني الدولتان عندما قامتان، الدولة البابلية ومن ثم الدولة الآشورية. بالتأكيد كان هناك مد وجزر ما بين قوى هاتين الدولتين، فمرة تكون الغلبة أو النهوض يكون لإحدى الدولتين، يكون مثلا للدولة الآشورية، والعكس في كثير من الأحيان يكون هناك للدولة البابلية. فنرى أن دائما السيطرة تكون يعني في بدايات الدولة البابلية كانت هناك سيطرة مطلقة على كل بلاد وادي الرافدين من شمالها إلى جنوبها، لكن الدولة الآشورية قلنا في هذه المرحلة ومرحلة الملك آشور أوبلت أصبحت من القوة والنماء والعظمة، بحيث أصبحت غير قادرة على السيطرة عليها، بل أصبحت هي المتحكمة في السياسة الدولية وقت ذاك، لا سيما في المنطقة وخاصة على الصعيد الداخلي للمنطقة. فكانت هيمنتها وتدخلها المباشر والسياسي في حياة الدولة البابلية هذا أفضى أيضا على كما ذكرنا تحالفات مع قوى خارجية من أجل السيطرة على الدولة الداخلية أو الدولة الشقيقة للدولة الآشورية وهي الدولة البابلية. وأيضا قلنا أن هذا الدور هو ذاته تم لعبه في نهايات هاتين الدولتين في سنيهما الأخيرة، عندما تحالفت قوى من الداخل مع القوى الخارجية لإسقاط كيان الآشوريين. وهذا ما حدث ما بين عام 615 إلى عام 612 عندما سقطت الدولة الآشورية. لاحظ بتحالف الميديين مع البابليين. وأيضا هناك مسألة مهمة بودي أن أتحدث عنها، وهي التآمر اليهودي الذي كان موجودا في وقت ذاك. ورب سائل يسأل من أين أتى اليهود، أقول إن اليهود الذين كانوا في نينوى وفي داخل الدولة الآشورية كانوا من الأسارى الذين كانت تأتي بهم حملات الدولة الآشورية عندما تتعرض لكيانات الدولة اليهودية أو الدولتين اليهوديتين الشمالية والجنوبية. تلك الدولتان اللتان انفصلتا بالتأكيد بعد وفاة سيدنا داود عليه السلام في حدود 927 قبل الميلاد، لتصبح المملكة اليهودية بعد أن كانت مملكة واحدة أصبحت مملكتين. فهذه الممالك أيضا عندما زالت المملكة الأولى تحت ظل على يد سرجون الآشوري الثاني عام 722، نلاحظ والتيان بالأسارة إلى داخل بلاد آشور، شكلوا هؤلاء بمثابة الرتل الخامس ليكونوا النواة الأولى للإجهاز على الدولة الآشورية. وهذا ما حدث يعني. وبعد 73 سنة نلاحظ أن ذات الدور
ينعكس على بابل عندما أيضا تآمر اليهود بتحالفاتهم المعروفة مع الفرس الأخمينيين مع كورش الأخميني، وكيف استطاعوا من إسقاط الدولة البابلية التي كانت في وقتها تعد من أعظم دول العالم، يعني كذا الحال، يعني الدولة الآشورية تعد من الدول العسكرية العظيمة على صعيد العالم في ذلك الوقت. يعني في إحدى الحملات العسكرية التي تم تجيشها من قبل الملك الآشوري إلى مصر وإلى الملك طهراقة تحديدا، هذه الحملة استطاع من نقل قوة عسكرية كبيرة إلى داخل مصر وحتى إلى جنوب مصر. مشاهدي الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. مشاهدي الكرام، عودة جديدة. مشاهدي الكرام، إذا دائما كان هناك الحقيقة علاقات ما بين القوى السياسية لآشور وبابل، وأيضا القوى الخارجية من كشيين وأيضا كوتيين. نرى أن مثلا في الحملة الثانية للكوتيين عندما احتلوا بابل واستطاعوا من القضاء أيضا على الكشيين، نلاحظ أيضا هناك حدث كثير من المتغيرات السياسية استطاعت يعني خاصة في على عهد نبوخذ نصر الأول البابلي من أيضا إعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي. وقلنا دائما كان هناك مد وجزر في الحياة السياسية والحياة العسكرية التي كانت سائدة وقت ذاك في هذه المنطقة الحيوية من العالم. وطبعا بالتأكيد هناك دائما أطماع كانت للقوى الخارجية ترنو إلى هذه المنطقة بوصفها مناطق الجذب
السكاني وأيضا بيصفها من المناطق المهمة في العالم. وأيضا كما ذكرنا أن هذه المنطقة تعد يعني المركز للعالم، حتى أن الملك الذي كان يحكم في بابل يسمى بملك الجهات الأربع، يعني وهذا اللقب ليس لملك معين، لكن كل ملك يحكم في بابل يسمى أو يطلق عليه هذه التسمية. إذن هذه المنطقة بعد أن خلصت من احتلال كيشي نرى أن أيضا أصبح هناك أمام احتلال أيضا كوتي، وهذا الاحتلال الكوتي مشاهدي الكرام كان من الاحتلالات البغيضة، لكون هؤلاء الأقوام هم أقوام غير متحضرة، أقل تحضرا من كيانات الدول الموجودة في بلاد ما بين النهرين، بلاد وادي الرافدين. فبالتأكيد كان هناك تخريب حضاري وتخريب في كل البنى التحتية لهذه الدول. يعني نحن ذكرنا في مراحل سابقة قلنا أن الدول في هذه المناطق كان لها مستلزمات لقيام كيانات سياسية كبيرة من خلال طبيعة الأرض ووفرة المياه وطبيعة المناخ، وأيضا هذه المستلزمات كانت بمثابة الركائز الأساسية لقيام الحياة الاقتصادية، فضلا عن الجانب التجاري بموقعها التجاري المهم التي تقع وسط العالم القديم وقت ذاك. فبالتأكيد تكون محط أطماع لكل القوى التي حولها. النقطة الأخرى كما قلنا أن هذه الأنظمة الموجودة أيضا خلال مراحل من تاريخها وصلت إلى الوصف الذي تسمى به إمبراطورية، قلنا تتوسع في كل الاتجاهات. هذا التوسع الحقيقة وأيضا إدخال مجموعة من القوى السياسية والشعوب من خارج المنطقة وغريبة أيضا عن المنطقة، بالتأكيد راح تشكل أيضا نقاط تحدي في الحياة السياسية لاحقة. فنرى أنه خلال فترات زمنية مختلفة من التاريخ نرى هناك كثير من التمردات والثورات تحصل، لا سيما عند وفاة ملك ويكون الملك قويا، وأيضا اعتلاء دست الحكم ملك آخر. بالتأكيد تكون هناك حالات من المحاولات للخروج من خلال الثورات للخروج من السيطرة الآشورية أو من السيطرة البابلية، وكذلك هناك أيضا حالات من التحريض الخارجي. يعني نحن وجدنا أن الحملات التي جردت مثلا من هذه المنطقة التي نتحدث عنها إلى الممالك اليهودية بحدود 9 حملات، ما بين 8 حملات إلى 9 حملات جردت إلى الممالك اليهودية، وكان أيضا يجلب مع كل حملة مجموعة من الأسارة، حتى من بين الأسارة كان هناك مجموعة من الأنبياء. طبعا الملوك كانوا يقتلون في وقتها، وأيضا نرى أن مدينة الموصل هناك من يقول إنها مدينة الأنبياء، فالحقيقة مدينة الموصل فيها النبي الذي بعث في هذه المدينة هو سيدنا يونس عليه السلام، أما هذه الأنبياء فقد أتي بهم من خلال السبي أو من خلال يعني الحملات التي جردتها الدولة الآشورية. وكذلك في بلاد بابل يعني أيضا هناك سبي، يعني مثلا في عهد نبوخذنصر الثاني كان هناك سبي مرتين، سبي البابلي لمرتين، في كل سبي أو في كل حملة من السبي كان هناك مجموعة أيضا من اليهود أو الممالك اليهودية التي يؤتى بها إلى هذه المناطق، إذا أنها المناطق الموجودة أيضا في الجنوب في بعض الأحيان بها مجموعة أيضا من الأنبياء هي من خلال هذه الحملات. إذا هذه الحالات جعلت هذه المنطقة غير مستقرة، لأنها منطقة أطماع، وأيضا دائما القوى اللي حولها على الرغم من أن هذه القوى كلها بدون استثناء كانت أقل تحضرا من حضارة بلاد وادي الرافدين. يعني الحضارة التي أقامها الآشوريون أو أقامها البابليون أو أقامها السومريون أو الأكاديون كانت من الحضارات الراقية، ونحن تحدثنا في إحدى الحلقات عن جانب حضاري واحد وهو الجانب القانوني، كيف أنه قانون هذه الكيانات السياسية وهذه الدول
كان كفيل بأن يقيم دولة عظيمة وأيضا يقيم كيان دولة عظيمة في كل مناحي الحياة، يعني من ناحية يعني في داخل أو الحياة الداخلية لهذه الدولة أو حتى تعاملاتها مع القوى الأخرى ومع الشعوب التي كانت تنضوي تحت لواء هذه الدولة أو تلك. فبالتأكيد كان هناك كان هناك تطور حضاري جدا كبير لهذه المنطقة ولهذه الدول التي قامت على هذه المنطقة. فنحن عندما نتحدث عن الملوك أو ملوك هذه المناطق بوصفهم قادة لدول بلاد وادي الرافدين سواء في جانبها الشمالي أو الجنوبي، نرى أن لكل ملك ميزات يعني يختلف فيها عن أقرانه من الملوك. فترى في كثير من يعني لا أحد يتصور أن ملوك تلك المرحلة كانوا مجرد قادة عسكريين، لا بل كانوا في كثير من الأحيان قادة سياسيين، وأيضا كانوا من القادة المهرة في تنظيم الحياة السياسية وحتى الحياة الاجتماعية والحياة الثقافية والحياة الاقتصادية. يعني هذه الكيانات السياسية كان فيها من يعني حتى في جانب الأدب كان هناك يعني وصلنا كثير من الرقم الطينية أو ما وصلنا من يعني في جانب الآثار التي وصلتنا، هناك كثير من الرقم الطينية تتحدث في الجانب الأدبي عن التطور الكبير لهذه البلاد. مشاهدي الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. مشاهدي الكرام، عودة جديدة
مشاهدي الكرام، إذا نتحدث عن الجوانب الحضارية والجوانب الأخرى الأدبية والعلمية، يعني مثلا عندما نتحدث عن جانب مثلا الموسيقى في عهد أورنمو، هناك مجموعة من الآلات اللي فيها 30 وتر، اللي هي القيثارة السومرية، وأيضا كان هناك 18 آلة يعزف عليها الملك أورنمو. أنا عندما أتحدث الحقيقة مشاهد الكرام عن قادة بلاد الرافدين، أتحدث عن الجميع بأفق رؤية واحدة، لأن كل هؤلاء القادة وكل هذا النزل الحضاري صب في حضارة بلاد وادي الرافدين. فعندما أضرب مثلا عن هذا الملك حقيقة وما قدمه للبشرية في الجوانب الأدبية والجوانب الجمالية والجوانب الفنية، حقيقة كثيرة جدا، استطاع أن يقدم الشيء الكثير في جانب العمل الموسيقي، وأيضا كان عازف من الطراز الأول. أيضا نرى أن العجلة عندما دخلت لبلاد ما بين الرافدين، هذه العجلة وأيضا أول ما ظهرت هذه العجلة، العجلة الحربية لا سيما في الجيوش الآشورية، كان أيضا لها دور كبير في الحياة العسكرية والحياة في حياة الجيوش وتاريخ الجيوش وتاريخ جيوش تلك الدول، فكان لها أيضا أهمية كبيرة، والغلبة فضلا عن استخدام الحصان ذاته، يعني أيضا هذا كان من الإنجازات الحضارية التي أقامها أو أقامتها الكيانات السياسية في بلاد ما بين النهرين، فكان لها أيضا لها الأثر الكبير في عملية في العمليات الحربية والعمليات العسكرية لهذه الجيوش. فنرى الآن من خلال الرقم الطينية أو ما وصلنا من الأحجار والمنقوشات التي تحدثنا والمخاريط الطينية تحدثنا عن تاريخ هذه الدول، لا سيما في الجوانب الحضارية وحتى في الجوانب العسكرية، فكان لها حقيقة أهمية كبيرة، وكان أيضا لها سبق على نظائرها من كل حضارات العالم وفي كل دول العالم القديم وقت ذاك، وأيضا شكلت حجر الأساس وحجر الزاوية في عملية البناء الحضاري أيضا بكل تقسيماته. أيضا في الجانب العمراني، يعني نرى مثلا في الجنوب، على الرغم من أنه هذه الأراضي كانت أراضي مبسطة، لكن كان هناك زقورة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى 7 طبقات، وهذه أيضا الزقورة تعد من الإنجازات الحضارية الكبيرة، يضاف إليها الجانب الديني للعراق القديم في تلك المرحلة. إذن عندما نتحدث، نحن نتحدث عن حضارة شاملة وعن حضارة كاملة، لكن هذه الحضارة كان لها أسس، من بين هذه الأسس هو وجود القائد. إذن كان للقائد أهمية كبيرة في حياة الشعوب وفي حياة الأمم في كل مناحي الحياة، يعني نرى عندما يكون هناك ويعتلي دست الحكم عاهل جديد وحقيقة فيه نوع من الضعف، نرى أن تتكالب كل القوى التي حوله، وهذا ما سنراه مثلا لدى حاكم الدولة السومرية في نهاياتها وتحديدا في عام 2004، كيف أن كل القوى حول هذا العاهل كيف أنها تداعت على هذه الدولة، وأيضا اسقطتها وأخرجتها من التاريخ وأخرجتها من الحياة السياسية. إذن دائما نقول للقائد دور مهم في عملية إقامة الحضارات، في عملية إقامة الدول، في عملية وكل من، يعني عندما نتحدث عن جانب، يعني أنا تحدثت في إحدى اللقاءات تحدثت عن جانب واحد وهو الجانب القانوني، كيف أن هذا الجانب القانوني استطاع من أن يحدد علاقة الدولة بالمجتمع، وأيضا يحقق العدالة، وأيضا هناك علاقة ما بين الحاكم وما بين الآلهة التي كانت موجودة وقت ذاك، يعني هذه كانت بمثابة وكأنها تقييم للجانب القانوني
لدى الحاكم عندما يقابل الآلهة، وأيضا تعرض على الآلهة هذه القوانين التي تقر، وتصبح هذه القوانين بمثابة يعني حجر الأساس في إقامة المجتمعات التي قامت على أرض بلاد الرافدين يعني آلاف السنين. ونرى أن هذه يعني في الجوانب الحضارية نرى هناك تسلسل في كل سواء في الزراعة، في عملية شق التراب، في عملية أيضا جلب المياه من الأنهار، في عملية البناء البنايات أو المعابد، في العمران مثلا العمران المدني والقصور قصور الملوك وما إلى ذلك، كلها كانت الحقيقة في نسق متصاعد وباضطراد صوبة تحقيق الأفضل. فكان وهناك انفتاح، يعني كان هناك انفتاح ما بين هذه الكيانات السياسية وهذه الدول التي قامت سواء في الشمال أو في الجنوب. فنرى في كل مناحي الحياة، يعني عندما ترى في تنظيم الجيوش نرى أن هناك أيضا لكل دولة كانت تستفيد من الأنظمة التي كانت تقيمها هذه الدولة، لا سيما في تجيش الجيوش والحملات، استخدامها مثلا للأسلحة، استخدامها للأسلحة التي تستخدم مثلا عند كسر الأسوار، أيضا الأسلحة التي في وقتها كانت تعتبر من الأسلحة المتطورة. يعني الدولة الآشورية كان لديها آلة عسكرية في وقتها، آلة عسكرية ضخمة وكبيرة ومخيفة. هذه الآلة العسكرية رغم تعقيداتها ورغم كبرها، نلاحظ أن هذه الدولة باستطاعتها من أن تنقل هذه الآلة العسكرية إلى أماكن بعيدة. يعني خلي يتصور المشاهد الكريم عندما تكون الجيوش في مدينة نينوى وأيضا تنطلق من الدولة الآشورية باتجاه الغرب، وأيضا تذهب مثلا إلى مصر، لا بل تذهب إلى جنوب مصر من أجل تحقيق أهداف عسكرية وأيضا تحقيق أهداف سياسية من خلال هذه القوى. هذه القوة التي كانت الحقيقة أيضا تحمل، كان يستخدم فضلا عن الحيوانات والخيول وما والعربات، كان أيضا يستخدمون المياه، يعني كان يستخدمون الرافدين العظيمين دجلة والفرات أيضا في نقل القطاعات العسكرية ما بين الشمال والجنوب من أجل السيطرة الكاملة، أيضا سيطرة على القوى التي كانت موجودة سواء في الشرق من البلاد أو في الغرب أو في الشمال أو في جنوب البلاد. إذا كان كل حضاري متماسك متكامل لكل المؤسسات والدول التي قامت على أرض بلاد وادي الرافدين. فنرى أن هناك يعني عندما يكون هناك تطور في الدولة الآشورية، هذا التطور أيضا بإمكان أن ينقل إلى الدولة البابلية، والعكس صحيح. عندما قامت الدولة السومرية والتي طبعا نافت عن قرن من الزمان، استطاعت أيضا أن تقدم للحضارة الشيء الكثير والذي تم الاستفادة منه في تاريخ العراق القديم وفي تاريخ بلاد وادي الرافدين. إذا كان أعود وأؤكد مرة أخرى في نهاية حديثي أن كان للقائد دورا كبيرا في عملية البناء الحضاري وأيضا البناء السياسي وفي كل مناحي الحياة. مشاهدي الكرام، لم يبقى لنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم قادة بلاد وادي الرافدين. إلى ذلك الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.